وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أستاذ سعيد، يعني بعد التحية، بداية، كيف ترى الخلافات المحتدمة بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايزين نقول إن هذه الخلافات يعني ليست وليدة اللحظة وليست منذ 7 أكتوبر أو بعد الهجوم الوحشي البري الذي قام به بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولكنها كانت منذ حوالي 35 أسبوع قبل 7 أكتوبر، فكان هناك اختلافات في مجلس الوزراء بين بنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف. أيضا جاءت هذه الحرب وأصبح هناك اختلافات كثيرة جدا. هذه الاختلافات لو احنا وضحنا بعض النقاط الخاصة بهذه الاختلافات والخاصة مع بنيامين نتنياهو، هنتكلم أولا على خطة إعادة المحتجزين. نتنياهو حتى الآن لم يقر مبادرة أو يقر أي هدنة من الهدن التي قامت بها مصر أو قامت بها الوساطة القطرية أو قامت بها أي دولة من الدول العربية، ولم يقر أيضا المبادرة التي قام بها بايدن منذ حوالي 10 أيام. فهذه الحرب ممتدة إلى أمد لا نعرف ولا يعرف بنيامين نتنياهو نفسه إلى متى تنتهي. وكذلك هذه الخطة، خطة إعادة المحتجزين، أعتقد أن كانت من أحد الأسباب الرئيسية لهذه النزاعات وهذه الاختلافات بين بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الكابينت أو مجلس الوزراء. ثاني نقطة من نقاط هذه الاختلافات أيضا إنشاء آلية حكم مدني في غزة وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعدما نزحوا جراء الهجمات المتبادلة مع حزب مع حماس ومع إسرائيل نفسها. فأنا أعتقد أن هناك أيضا بعض النازحين من الإسرائيليين أيضا نزحوا في ظل هذه الهجمات. هناك أيضا اختلافات بين أعضاء الحكومة لهذه النزوح بالنسبة للإسرائيليين. أيضا سياسة الدفع بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية لا يعرفوا، أو هناك اختلاف أيضا بين نتنياهو وبين أعضاء الحكومة الإسرائيلية من ناحية سياسة هذه التطبيع. أيضا تبني إطار للخدمة العسكرية المدنية بيخدم بموجبه جميع الإسرائيليين، وزي ما حضرتك احنا شفنا في خلال اليومين اللي فاتوا هناك خلاف كبير بين عملية التجنيد بالنسبة للإسرائيليين والخدمة في الجيش. وعايز أقول لحضرتك إن هذه الاختلافات زي ما احنا شايفين إن احنا من حوالي يعني أسبوعين شفنا بعض الاستقالات لبيني جانتس وأيزنكوت لهذه الحكومة والخروج من كابينت الحرب الموجود في إسرائيل. فأنا أعتقد أن كل هذه الخلافات خاصة وخصوصا عدم وضوح رؤية نتنياهو لليوم التالي لبعد الحرب على قطاع غزة، فهذه النقطة مهمة جدا ولم تتضح لأعضاء الحكومة بالنسبة لإسرائيل. فأعتقد أن كل هذه الخلافات أدت إلى وجود خلافات شديدة بين الحكومة في إسرائيل، وأعتقد أن ده ينعكس بالناحية الإيجابية بالنسبة لإنهاء هذا الصراع في قطاع غزة. نعم دكتور سعيد، بالحديث عن الخلافات وأيضا النزاعات بين الداخل الإسرائيلي، برأيك كيف يمكن أن تؤثر هذه الخلافات القائمة حاليا في إسرائيل على وتيرة العدوان على قطاع غزة؟ شوف حضرتك، احنا زي ما احنا تابعنا ان هناك كبار من المسؤولين بيقدموا استقالاتهم، هذا يعني بيدل ان دل على اختلاف كبير جدا في عملية صناعة القرار بين بنيامين نتنياهو واعضاء الحكومة بتاعته، عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة ومفهومة وعدم وجود شفافية في تحقيق الاهداف بالنسبة للحكومة وخاصة حكومة اليمين المتشدد المتطرف الموجودة في إسرائيل. فأنا أعتقد أن كل هذه الخلافات أعتقد ممكن تؤدي إلى يعني زي ما بنقول كده هزة كبيرة في هذه الحكومة. هذه الهزة ممكن تعود
بالصالح العام بالنسبة لهذه القضية وبالنسبة للصراع في قطاع غزة. من المتوقع أن يكون هناك قبول للمبادرة الأمريكية وهي خطة بايدن لليوم التالي بالنسبة لإنهاء هذه الحرب. ممكن تكون هناك أيضا يعني ناحية إيجابية بالنسبة لهذه الصراعات والخلافات الموجودة في حكومة بنيامين نتنياهو، أن يكون هناك تعجيل بخصوص انتخابات مبكرة بالنسبة لإسرائيل، وده اللي كان بيطالب به بيني جانتس لما استقال من مجلس الحرب في إسرائيل هو وأيزنكوت، وأولمرت لما اتكلموا أن لابد أن يكون هناك انتخابات مبكرة لإسرائيل، وأن يتم معاقبة ووجود محاكمة لبنيامين نتنياهو، خاصة أن بنيامين نتنياهو يعني بيحاط به كثير من القضايا حيث من قضايا الفساد الموجودة في حكومته. فأنا أعتقد أن مثل هذه الخلافات تعود بالنفع حول الصراع في قطاع غزة. ايضا عايز اقول لحضرتك ان هي ايضا هتعود بالنفع الى عوده النازحين اللي موجودين في جنوب غزه والموجودين الان في رفح، والعوده مره اخرى الى قطاع غزه، ومن ثم ان احنا نبدا نفكر في خطه اليوم التالي وهي خاصه باعاده اعمار قطاع غزه مره اخرى. نعم دكتور سعيد، بالحديث ايضا عن الخلافات، برايك كيف يمكن ان يؤثر او تؤثر هذه الخلافات على شكل الدعم الغربي وخصوصا الامريكيه لاسرائيل؟ شوف حضرتك هنا خلينا عندنا مبدأ كلنا ان احنا يعني اذا كانت هناك خلافات واذا كانت امتدت هذه الخلافات فاحنا يعني خلينا مؤمنين ان الداعم الرئيسي والاساسي لاسرائيل في هذه الحقبه التاريخيه او على المدى الطويل هي الولايات المتحده الامريكيه. وعايز اقول لحضرتك ان الدعم الاساسي والرئيسي لاسرائيل قبل الولايات المتحده الامريكيه هي بريطانيا منذ القدم، والصهيونيه اليهوديه والصهيونيه الدينيه بتقول ان انجلترا هو الداعم الاول لاسرائيل. ولكن هناك بعض الخلافات بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، اعتقد ان هي بدات تظهر في فبراير 2024 مع زياره بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحده الامريكيه، عندما تحدث بايدن عن مبدا حل الدولتين وان هذا المبدا هو الذي سوف ينهي الصراع بين اسرائيل وحماس. وعايز اقول لحضرتك ان مبدا حل الدولتين دوت حضرتك يعني مش برضه مش مبدا وليد اللحظه، ولكن هو مبدا منذ عام 1948 منذ قرار التقسيم رقم 181 ان هناك دوله عبريه بجانب الدوله الفلسطينيه، والمجتمع الدولي يعترف ان هناك دوله فلسطينيه منذ عام 48. ولكن المجتمع الدولي اللي احنا شايفينه على مدار هذه السنوات كلها ان هو بيعترف بوجود دوله يهوديه وينسى تماما الدوله الفلسطينيه. ولكن عندما تحدث بايدن في فبراير 2024 بدا ان هو يتحدث على مبدا حل الدولتين مره اخرى، وانه يكون في دوله فلسطينيه بجانب الدوله اليهوديه، وهذا يعطي كيان وكينونه كبيره ان هناك دوله فلسطينيه، ان العالم والمجتمع الدولي يتعامل معها كدوله. كان هناك هذا الاختلاف بقى وبدايه هذا الاختلاف، لان احنا كلنا طبعا تابعنا ان بنيامين نتنياهو رفض هذا المبدا ورجع تاني الى اسرائيل وقال ان هو مستمر في هذه الحرب. حتى هذه اللحظه بنيامين نتنياهو بيصر على هذه الحرب، وقال كده بالنص ان هو حتى لو لم يلاقي الدعم من الولايات المتحده الامريكيه سوف يحارب حماس، بالرغم ان حماس دي فكره، حماس ليست كيان او حماس مبنى علشان ان انا احاربه او مجموعه من البشر، ولكنها فكره مغروزه في كل فلسطيني. هيحارب هذه الفكره حتى لو باظافره، حتى لو لوحده هو قادر ان يحارب هذا الموضوع. فاعتقد ان هذا الخلاف جاء منذ فبراير 2024، وبعدين بعد كده احنا بدأنا نشوف المجتمع الدولي بدأ ان هو ينظر الى اسرائيل بنظرة مختلفة. شفنا القضية اللي رفعتها جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية لحق الابادة الجماعية صحيح. اللي بتعملها اسرائيل في الشعب الفلسطيني. وعايز اقول لحضرتك نقطة هنا، ان دي ابادة جماعية، ابادة عرقية، وليست قتل اطفال وقتل نساء وهدم بنى تحتية وهدم مدارس ومستشفيات، ولكن اسرائيل الان تعمل على ابادة عرقية للشعب صحيح. الفلسطيني. واعتقد
ان احنا شفنا فيه كذا دولة من الدول العالم منهم مصر بتنضم الى هذه القضية. طبعا المجتمع الدولي احنا شفنا برضو مؤخرا هناك اربع دول اعترفت بحق الدولة الفلسطينية، فانا اعتقد ان وجهة نظر المجتمع الدولي اختلفت تماما. صحيح، وضحت الصورة. استاذ ودكتور سعيد الزغبي، استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.